بكم يا أعزائي، هل تتذكرون إلى أي دولة سافرنا المرة السابقة؟ نعم، كانت كوريا الجنوبية، صحيح؟ واليوم سنسافر إلى دولة جديدة وهي درجن 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 درجن. نعم، تشتهر هذه الدولة بالخيل. ما هي؟ هي منغوليا. سوف أقدم لكم منغوليا بالتفصيل بعد قليل، والآن هيا نسافر إليها مباشرة. هذا علم منغوليا. واو، هذه صورة أطفال منغوليين يلعبون ويستمتعون في المرج. إذا نلعب هكذا بالركض ذهاباً وإياباً في المروج الواسعة، سنشعر بالحرية التامة، أليس كذلك؟ هذه صورة بيت يسمى جير، يسكن فيه بدو. شكل البيت مثل خيمة، صحيح؟ هذه صورة البيت جير بالليل. سمعت أنه نستطيع أن نرى الكثير من النجوم ليلاً في منغوليا مثل هذه الصورة. واو، إنها جميلة جداً. هذه صورة ركوب الحصان بالشتاء. سمعت أن جو الشتاء في منغوليا بارد جداً جداً. ماذا سأفعل إذا تجمد الخيل؟ وأخيراً صورة طفل راكب على حصان يمشي. اليوم سنرسم هذه الصورة، هل أنتم مستعدون؟ أولاً سنرسم الأرض والحصان والطفل في الأمام بشكل كبير، ونرسم الخلفية في الوراء. الآن انظروا فقط. وجه الحصان، الرقبة، الجسم، الأرجل، الذيل. وجه الطفل فوق الحصان وجسمه وحتى رجله. وهكذا حددنا أبعاد الذراعين واليدين. هيا نرسم بيتين جر عن بعيد في الخلفية. ونرسم المروج بشكل بعيد أيضاً. والآن حاولوا أنتم، كما قلت لكم إن رسمكم لا يجب أن يكون مثل رسمي، بل يكفي أن ترسموا هنا على نفس المنوال فقط.
إذا انتهيتم من التحديد، هيا نرسم بالتفصيل الآن.
وإذا انتهيتم من الرسم، هيا نمسح الخطوط التي رسمناها بشكل خفيف قبل قليل. الآن هيا لونوا كما تحبون بالألوان التي تريدونها بحرية. قد اكتمل كل شيء. نعم، كيف كانت المحاضرة اليوم؟ قد رسمنا الولد الراكب على الحصان الراكض. هل كانت صعبة جدا؟ لا تبتعر الرسم صعبا. قد قلت لكم عدة مرات إن ليست هناك إجابة نموذجية بالرسم، صحيح؟ ارسموا وعبروا كما تريدون، وكل هذا سيكون إجابة صحيحة. إذن تطلعوا للمحاضرة القادمة أيضاً. مع السلامة.